السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كتعاودوا؟ كلشي هاني مهنيين مع الوقت؟ الحمد لله. اليوم غندير معكم واحد الشكل ديال الرز اللي كيجي زوين وكيجيو فيه الخضر، هو صحي وفيه الخضر مزيان بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغوش ياكلوا لكم الخضره. ملي كنديروا اليوم مع هذا الرز بهذه الطريقه اللي غنوريكم، راه اسمحوا لي ندخل الماكينه. اللي كنديروا اليوم بهذه الطريقه راه كيجي زوين وكيجي صحي، ومنها كياكلوا لنا الخضره. اول حاجه كنحتاجو كناخذ هذه المقله هذه هكا انتوما، نتمنى يكون واضح. راه درت فيها واحد البصله كبيره مشلوطه، غنشعل ليها البوطه وندير لها واحد شويه ديال الزيت البلديه، واحد شويه ديال الملحه. انا كنت غندير معكم المقادير وفي نفس الوقت الطريقه، لان ما فيش شي حاجه اللي هي كثير. شويه ديال الملحه كما قلت لكم، درنا بصله كبيره مشنطه وشويه ديال الزيت البلديه وكبيصه ديال الملحه، وزدتو فوق البوطه وخليت هاد البصيله تشحر. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو، انا عندي واحد جوج خيز زوات متوسطين قطعتهم مرصوات صغار، واحد البطاطا كبيره قطعتها حتى هي مرصوات صغار، جوج قرعات صغار قطعتهم حتى هما مرصوات. غنحتاج نخرقهم بالعرق، وغنحتاج الابزار، وهنا عندي زلافه ديال الرز. كما كتعرفوا الا درنا زلافه ديال الرز كنديروا معاه جوج زليف ديال الماء. المهم دابا تشحر داك الرز ونعاود نرجع معكم. تشحر عفوا، تشحر هذيك البصله مزيان ونعاود نرجع معكم. المهم هانتوما كما كتشوفوا هنا، هذيك البصله ديالي راه من بعد ما تشحرات عندي لها شويه ديال الخرقوم هكا، غير شويه، لان كما غتشوفوا غادي نحاول اليوم ندير واحد الغديوه اللي ما فيها لا لحم لا حتى حاجه، فيها غير الخضار باش تكون شويه صحيه والوليدات ياكلوا لنا شويه ديال الخضره. درت شويه ديال الخرقوم، غندير شويه ديال البزار، ملحه راه درتها قوينه. المهم هانتوما شوفوا كاع بحال هكا كتشرب. ندير لها واحد النقيطه ديال الماء، غادي نديك على ود هاد العطريه تطلق شويه مع هاد الشويه هكا، نخليها هكا. هانتوما كيما كتشوفوا هنا، درت شويه ديال اللوبيا حتى هي تسلق باش نصوطيها مع شويه ديال الزبده، ودرت شويه البطاطا حتى هي تسلق. هانتوما خليكم معايا. المهم نخليو هادي دابا هاد البصله تعاود تشرب ديك الماء ديالها مزيان وتشرب ديك العطريه، وديك الساعه غنزيدو لها الخضر بالتسلسل على حسب كل وحده شنو اللي كيشد الطياب وشنو اللي كيطيب دغيا. نضيفو خيزو، بعد منو نضيفو البطاطا والقرعه، وندي نخليهم يطيبوا شويه، ومن بعد نضيفو الرز. المهم انتم غدوزوا معايا المراحل مرحله مرحله. نخليو هاد البصله هكا تشرب هاد العطريه ديالها، نعاود نرجع معكم. من بعد ما تشحرات هي ديك البصيله كما كتشوفوا، غنضيف واحد الكويس ديال الماء، غادي نضيف عليه هذاك خيزو، ثم خيزو، ونخليه يطيب مع هاد البصله وهاد الماء اللي ضفت ليه ملي شد فيه شويه الطياب من بعد. سمحوا لي تقطع لي التصوير. المهم من بعد ما درت داك خيزو زدتو على ديك البصله، خليته هكا باش يشد فيه شويه الطياب، غنزيد عليه ديك البطاطا وديك القريعه حتى هي بهذا الشكل هكا، نزيدهم ونخليهم واحد الشويه حتى نحس بهم طابوا، عاد باش نضيف لهم هذا، نضيف شويه ديال الربيع عاد باش نزيد عليهم الرز. المهم يطيبوا شويه ونرجع معكم. من بعد ما ضفت ديك الخضره كامله وبدا كيشد فيها شويه الطياب،
لان ما خصناش نخليوها طيب طيبه كامله باش ملي نزيدو هذا الرز يجيو هما قياس واحد مع الرز. هنا عندي زلافه ديال الرز اللي هو مغسول شفتو كنديرو وكنزيد معاه بنفس الزلافه قياس ديال جوج زيت ديال الماء. انا عندي الزلافه الاولى ديال الماء ونزيد الزلافه الثانيه هيا الزلافه الثانيه ديال الماء حركهم مزيان. رانا درت قبل ما نضيف هذا الرز رانا ضفت شويه ديال الربيع اللي بغى يدير الحار يدير الحار، ولكن انا بالنسبه لي ما غاديش نضيف الحار. اللي بغى يدير اللحم يديرو، اللي بغى يدير الدجاج يديرو، انا ما غندير فيه والو، غنخلي الرز والخضره كما قلت لكم باش يكون واحد الغداء اللي هو صحي. ان ضروري واحد النهار في السيمانه ولا جوج نتجنبوا اللحوم والدجاج وهذا باش نرتاحوا منهم شويه. دابا انا درت زلافه ديال الرز كما قلت لكم مع جوج زلاف ديال الماء، نخليه يطيب. البطاطا ديالي راه باقي كتسلق، اللوبيا ديالي كتسلق، ونعاود نتلاقى معكم. المهم انا رجعت معكم، ها هو الرز ديالي من بعد ما زدتي داك الماء اللي قلت لكم في الاول، ها هو بدا كيشد فيه الطياب. زدت واحد المعلقه صغيره ديال هذا ديال المطيشه مركزه صافي وخليته كيطيب. هنا غادي مقله اخرى غندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده، ورا ديك اللوبيا ديالي حتى هي راها تسلقات وخليتها كتسقطر من الماء. هنا غادي معلقه ديال الزبده غنديرها في هذه المقله ونشعل ليها حتى تذوب الزبده، وغنصوطي فيها هذيك اللوبيا ديالي. وبالنسبه للبطاطا هي راه باقا كتسلق، ملي تسالي غنصفيها حتى هي وندير لها غير شويه ديال المليحه وشويه ديال الكامون، ونتلاقى معكم في الطبق النهائي. المهم انا رجعت معكم من بعد ما طابيه داك الرز، انا حطيته هكا في وسط الطبسيل ودرت ديك اللوبيا من الجناب اللي صوتيت، وهذا شويه ديال البطاطا اللي سلقت درت لها غير شويه البزار وشويه الكامون وحطيتها في الجناب هكا. المهم هذا هو الطبق ديالي نهار اليوم، نتمنى انه يعجبكم وتخليوا لي واحد اللايك ودعموا لي القناه ديالي، وكنشكر كاع الناس اللي تابوناو كنشكرهم بزاف. وما تنساوش بارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاهل والاصحاب والاصدقاء، وشكرا والى فيديو لاحق ان شاء الله.